اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش التونه الحار. المكونات تونه متصفيه ومغسوله، زيتون مفروم، هوت صوص، مايونيز، مستردة، جزر مبشور، عصير ليمون، وبصل احمر حلقات ومفروم. هنبتدي الاول ان احنا الموضوع بسيط جدا، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخلط المكونات مع بعض ما عدا البصل الحلقات والجزر المبشور، وطبعا دول هيبقوا على العيش نفسه. نحط الاول تونه، زيتون، بصل، عصير ليمون، حبة هوت صوص كويسين، هو يعني ساندويتش تونة حار. ملح وفلفل، نقلبه. نحاول نهرس التونة، مش عايزينها تبقى قطع كبيرة. طب ببساطة بعد كده نجيب العيش. نعيش مايونيز، شوية مستردة، مش كتير قوي، يدوبك تدي بس كده طعم. بعد كده نحط التونة، فيها جزر مبشور، حلقات بصل، لا مش عايزين بصل كتير قوي طبعا عشان هي اصلا فيها بصل، مشكلة بس هو كده تبقى جميلة جدا. ساندويتش ممكن يتلف او ممكن تقفلوه كده وتاكلوه على طول. ساندويتش تونه حار، ساندويتش وحاجه ساقعه، بالهنا والشفا. النهارده هنعمل لبن مكثف محلى بالفواكه. المكونات لبن مكثف محلى، في محلى وفي غير محلى، احنا عايزين اللي طعمه حلو. وكيوي، فراوله، مانجا بودره، كريمه بودره، وبرتقان بودره. نجيب الخلاط، نبتدي بالفراوله، كيوي نشيل واحده للزينه بعد ما نخلص. ده برتقان بودرة، مانجا بودرة، كريمة بودرة، كلها تبقى حاجات جاهزة وموجودة. ده لبن مكثف المحلى، شايفين قوامه بيبقى عامل ازاي. شوية مية بس عشان طبعا هو قوامه
يعني سميك جدا. شوية ميه صغيرين نشوف. نخلط. نزود شوية مية بس خفيفة كمان. نخلط تاني. جارنيش. لون غريب ويعني جديد بس شكله حلو. التجديد دايما مطلوب. كده العصير بتاعنا جاهز. لبن مكثف محلى بالفواكه. ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا. Thank you.